جينا اليوم في القافلة الطبية هذه نظمناها في حي 1900 مسكن بلدية سيدي عمار، نحاولوا أن نغطي فيها أنه أكبر عدد ممكن نساعده من المحتاجين الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. ونشكر جميع الأطباء اللي ساهمت معايا اليوم. جمعية نظرة أمل لبينا إن شاء الله اليوم الدعوة. اليوم أنا في الميدان تشخيص ومعاينة يعني مرضى المنطقة المعوزين، خاصة الفئة المعوزة المحتاجة لمعاينة طبية مجانية بحضور طاقم طبي متكامل، فيها أطباء أخصائيين أطباء عامين، فيه ممرضين وممرضات. مليحة، الله يبارك عون الناس وربي يعطيهم الصحة ويرحم والديهم. الناس كلهم معوزة والله، كل جاهم منافر يخدم نهار ساعة، الناس كاين نهار يخدم فيها وكاين نهار ما يخدموش، وكلها صواولة هنا. بنا الدواء وداووا بالشعب كامل مساكن، وربي يعيشهم وإن شاء الله نخلفوها لها المرة الجاية إن شاء الله يا رب العالمين. الحمد لله أن احنا في بلادنا عندنا جمعيات بهذا المستوى، والحمد لله أنها كاينة جمعيات تهتم بالناس الفقراء ولا ناس عندهم على قد حالهم، تجي جمعية بهذا المستوى في كل الاختصاصات يعقبوهم ويديروا لهم أصلا دخل لهم الفرحة في قلوبهم.